اختتم وفد الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي والوفد البرلماني المرافق له زيارته إلى مملكة البحرين بعد تدشين مرحلة تعاون جديدة على المستوى البرلماني وتفعيل مسارات العمل المشترك بناء على إبرام اتفاقيات ثنائية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب فاطمة عباس عضو مجلس النواب. بعد التحية سعادة النائب، ما هي أبرز مخرجات الاجتماع الذي جمعكم مع الوفد البرلماني الروسي؟ سعادة النائب فاطمة، مساء الخير، يعطيكم الله العافية جميعا، صوتي واضح؟ نعم، أعيد أكرر السؤال، ما هي أبرز ما جاء في اجتماعكم مع الاتحاد الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي وما نتجت عنه هذه الاجتماعات؟ حقيقة هذه الزيارة الكريمة لمعاليها رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي والوفد البرلماني المرافق نعم. أتت في سياق التطور التي تشهده العلاقات بين مملكتنا الحبيبة وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، بفضل جهود قيادة البلدين الصديقين والدعم الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، واللجان المشتركة لرجال الأعمال في البلدين الصديقين. أتت هذه الزيارة المثمرة التي دشنت لمرحلة جديدة تعاون على المستوى البرلماني وتشكل إضافة نوعية لمسارات التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الثقافي والتعليمي والعلمي والتكنولوجي والتجاري وغيرها. نعم. وأؤكد لكم لقد شكلت الزيارة بداية لمرحلة جديدة من تبادل الزيارات والخبرات والتجارب البرلمانية بين البلدين في العمل التشريعي والرقابي وتطوير الخبرات الإدارية والفنية على مستوى الأمانة العامة لمجلس النواب ومجلس الجمعية الفيدرالية. نعم، سعادة النائب فاطمة عباس عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.